بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأعزاء وجمهورنا الملفت والجميل، على بركة الله وحفظه أعلنت اللجنة عن انطلاقة شوطنا 12 اللي خصص الجعدان المهجنات الأصايل في هذا التنافس العريق والجميل والمميز هنا من نوعه، ولكن هنا نذهب إلى الصدارة هناك مع اللي في المركز الأول ما شاء الله سلهود سعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان الفلاسي هو من يدفع بسلهود على المركز الأول ما شاء الله. النقلة هناك مريح محمد بن سيف بن حسين العليلي على المركز الثاني، بينما اللي في ثالث المراكز عرمرم ظهر بن يمع بن حارب المهيري، وفي المركز الرابع هناك من يأتينا على رابع المراكز شاهين السيد عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان، وفي المركز الخامس نجد علي بن عبد الله بن علي أبو نواس، وفي سادس المراكز ما شاء الله شاهين خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز السابع شعار حمد بن علي بن لومية اللي هو لافي، وفي المركز الثامن هناك أيها الأخوة أيضا يتواجد الصاروخ محمد وغلبان الغويس السويدي، وفي المركز التاسع من الجانب الثاني أيضا نبغي نتعرف عليه عشر المراكز من يأتي برق لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان الفلاسي ما شاء الله. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كانت النتيجة أيها الأخوة دعناها عليكم كاملة مكملة في هذا الحضور الجميل والمميز ما شاء الله، على هذا الاندفاع ما شاء الله، على هذا الموقف الحصري الجميل للجعدان متواجدة هنا مع هذه الكوكبة. واذهب إلى الصدارة يلا يا عرمرم في المركز الأول ما شاء الله للسيد ظاهر بن يمع بن حارب المهيري، بينما شاهين في ثاني المراكز خليفة بن عبيد الحميري، وفي المركز الثالث شعار علي بن عبد الله بن علي بن واس هنا من عنج، وفي المركز الرابع نصيبان لسيد احمد بن يمع بن شراره الاجتبي، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس شاهين لسيد عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان، وسادس المراكز هناك شعار سعاده الفريق مصبح بن راشد الفتان الفلاسي اللي تواجد هنا مع برق، وفي المركز السابع اللي في المركز السابع ما شاء الله بحر لمحمد بن علي بن علوان الاجتبي اول ندى، اللي هو في المركز الثامن من يصل ايها الاخوه الصاروخ لمحمد بن خلفان الغويس السويدي، وفي تاسع المراكز مستمعينا الاعزاء هناك برق ولا بقول شاهين في المركز برق نعم لسعاده الفريق مصبح بن راشد الفتان، وسراب هنا عاشرا للسيد محمد بن راشد بن سرداع الاجتبي. ها هي النتيجة أيها الأخوة للمراكز، دعناها عليكم كاملة مكملة حاضرة مع هذا الشوط ما شاء الله ما شاء الله. غير عرمرم من اللحظات هنا على المركز الأول، سيطر على مقدمة الشوط، وين اتجاهه مع الناموس، اتجاهه مع الناموس، ولكن بن شرارة أيضا يبغي ينصب عنوانه، يبغي ينصب انصيبان هنا على المركز الأول ما شاء الله. عرمرم ظاهر بن يمع بن حارب بن مهيري هو مع عرمرم، نقلتنا على انصيبان أحمد بن يمع بن شرارة الجبي، وفي المركز الثالث وصل شاهين بقول أسرع من الشواهين خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الرابع وصل شعار الثعبيل، وصلت النجمة الصفراء لكي أيها الأخوة مع المرعوش خليفة بن محمد بن قحيت المهيري ما شاء الله تبارك الرحمن يبحث ويدفع مع المرعوش على صدارة بن علوان على خامس المراكز هنا مع بحر محمد بن علي بن علوان الاجتبي، وفي المركز السادس عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان مع شاهين، وفي سابع المراكز سراب محمد بن راشد بن سرداح وصاروخ، ثامنا هنا للسيد محمد خلفان الغويس، وفي المركز التاسع للسيد علي بن عبد الله بن علي بن واصل لهند، وفي المركز العاشر ايها الاخوه لسعاده الفريق مصبح بن راشد الفتان الكيلو الاخير. يلا يا جماعه هذا النداء الأخير والصوت الجميل لعين أنه يتجه عرمرم
عرمرم عرمرم عرمرم اسم جديد هنا في هذا الشوط ما شاء الله، له نقطة في قبل اسبوعين، بقول له نقطة قبل اسبوعين، ولكن هنا انتقلت الملكية. ظاهر بن يمعة بن حارب المهيري ايضا يبغي يسجل باسم نقطة جميلة، ولكن بن قحيد الرعش المرعوش، الرعش المرعوش لمحمد او خليفة بن محمد بن قحيد المهيري، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، ثالث المراكز عبد الله بن حميد بن حميدان مع شاهين، عرمرم عرمرم المرعوش وعرمرم المرعوش وعرمرم المرعوش ارتعش، ما المرعوش ولا عرمرم. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، غير المرعوش، غير غير عنوان والبرمجه وكل شيء، دائما النجمة الصفراء تغيره من صالحة وتضيف النقاط للعزبة الخاصة. عرمرم والمرعوش الصدارة، المرعوش المرعوش عرمرم المرعوش ولا عرمرم. اللحظات الأخيرة، بن قحيد ولا ظاهر، بن قحيد ولا ظاهر، من شراره مع اللحظات الجميلة. عرمرم 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 المرعوش عرمرم، تهانينا للسيد ظاهر بن يمع بن حارب المهيري المرعوش، ثاني مراكز لخليفة بن محمد بن قحيد، المركز الرابع هناك نصيبان لأحمد بن يمع بن شرارة، وفي المركز الرابع شاهين عبد الله بن عبد الله بن علي عبد الله بن حميد بن حميدان، وفي المركز الخامس يأتي أيضا شاهين خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. فعلا عرمرم أيها الأخوة سيطر على شوطه وحمل الأمال لهذا الشعار، ظهر بن يمع بن حارب المهيري، تهانينا والناموس وسلام سلام عليكم كافة وين ما يسكن. ظاهر من يمع بن حارب المهيري من ناس بتفوز عرمرم في المركز الأول.